عايزين نعرف ايه سر التحول الهائل الجسماني لابراهيم فايق. هل انت قررت فجأة ان انت هتعمل فورمة فقررت، ولا هو الموضوع جاء تدريجي، ولا ايه اللي حصل؟ كنت من وانا في الكلية وانا بلعب بروح الجيم يعني، بس كان زمان جيم بلدي كده. كنت لحد الكلية وانا مهتم جدا بالموضوع ده، بعدين فقدت الاهتمام فبدأت أزيد وطول الوقت انت بتنصب على نفسك، هو انت بتزيد بس انت شايف نفسك بنفس الصورة اللي وانت فيها في الكلية. ففي يوم من ذات الايام انا فوجئت ان انا قاعد على كرسي زي ده كده ومش قادر انزل اوطي اربط الرباط الجزمة، ولما نزلت بالعافية، ولما طلعت وشي كان احمر كنت بموت. وانا ساعتها كان عندي 28 سنة، دلوقتي عندي 38 سنة. فقلت لا، انا كده هموت بدري يعني، انا ما عنديش مشكله يعني كل الاعمار بيد لله، انا عندي ما عنديش مشكله ان انا اموت بدري لاي سبب من الاسباب يعني، كل ده في علم الغيب، بس مش عايز اموت عشان خاطر ان انا سرحت في الاكل. تخيل انت بتضر نفسك يعني، انت تمشي تقع عليك بلكونه تموت، ده يعني قدر عند ربنا. يا فاهم الفكره ازاي؟ بس انت تروح بنفسك يعني، زي فكره انك تشرب سجاير، فانت بتساعد على ان انت تدمر رئتك، فانت بتساعد على ان انت تموت نفسك بدري. قررت ان كده مش هينفع، فبدات اعمل ريجيم بقى عشان ارجع بقى. رحت للدكتور قاعد يضحك عليا والله العظيم، قال لي هو انت كلفت خاطرك تبص تشوف العياده بره فيها الناس عامله ازاي؟ قلت له مش دعوه. ساعتها رايح له ما اعرفش 115 113، قال يا ابني الاوزان بره عامله ازاي؟ قلت له مش دعوه بالاوزان. قال لي يا ابني ما انت مش محتاج. قلت له بقى. فضلت مكمل لحد ما وصلت 85 كيلو لوحدي كده. ومن سنه 2013 بدات اركز تاني، ارجع اركز بقى. فانا بشكل عندي ديلي روتين في التمرين وفي النظام الاكل يعني الصحي. بتتمرن كام ساعه في اليوم؟ على حسب اللي انا ببقى عايزه ايه في اليوم يعني، في ايام بقسمها فتنس، في ايام بقسمها بوكس، في ايام بقسمها حديد، على حسب التمرينه يعني. بس بحاول على قد ما اقدر ما ازودش التمرين عن هو المفروض يعني. تمرين الحديد تاخد لها 45 دقيقه، الكارديو هتاخد لها يعني في حدود 30 دقيقه، فالمفروض ان تمرينتك ما تزيدش عن ساعه ونص يعني. بصراحه هل بتاخد مكملات ولا لا؟ ايوه طبعا يعني، مش سبلمنتس، اللعبه دي هي لعبه سبلمنتس زي برضو لعبه الكوره. اسال اي دكتور نيتريشن في الدكتور تغذيه هيقول لك انه الجسم بيحتاج يدخل حاجات معينه بشكل معين في توقيتات معينه عشان تفيد الجسم. فالسبلمنتس بتتاخد لكل الناس الاثليت اصلا، كل الناس الرياضيين في كل الالعاب بياخدوها. بس هي الفكره، هي ايه المحتويات اللي انت بتاخدها من السبلمنت؟ اللعيبه كلها دي الناس بتشوف فلاني ماسك في ايده بتاعها حمراء، مش بيشرب ما اعرفش لونها اخضر، ما اعرفش كذا كذا، هتسال الدكتور النيتريشن بتاعه هيقول لك كده. نصيحه بقى للشباب الجيماويه ايه؟ لا هم جيماويه فخلاص يعني، اللي بيتمرنوا، انما في ناس دايما دي اكتر حاجه بسمعها يعني مكرره، يقول لك انا بدفع اشتراك الجيم وما بروحوش بعد كده. فدي مثلا ده الناس كلها بتقول لك بدفع اشتراك الجيم وما بروحوش. هي الفكره، بس هو انت عايز تخلي الرياضه جزء من حياتك يعني؟ انا مثلا في ساعه ونص ساعتين مقفولين عليا في اليوم، والله لو في ايه انا مش دعوه، ده ديلي بالنسبه لي، حاجه ده روتين يومي بالنسبه لي، بقسمه زي ما بقسم شغلي بالظبط. ففي الساعتين دول مش موجود فيهم. فانت عايز كده ولا انت بتفكر انا عايز اعمل فورمه الساحل، ولا انت عايز ايه؟ ما هي الفكره انت عايز ايه؟ اصل خد بالك هو الموضوع اصلا مش بالمعلقه، انت عايز خلاص هتبتدي تغير نفسك وتبتدي تتبسط. اصل خد بالك الرياضه بتبسطك، بتدي لك حاله من حالات الانتعاش. انت مش انا مثلا عمري ما رحت وانا بتمرن مستني ابص في المرايه الاقي شكل العضله اتغير. في ناس بتبقى نازله هي ده التارجت، هو انت لا، هو ده بيبقى على اللونج ران. على اللونج ران انت بتشتغل بتتمرن وبتتبسط، تطلع شحنه سلبيه، فتبص لقى نفسك بيحصل لك حالة من حالات التغيير على مستوى طاقتك، نفسك، أدائك في الشغل، كل الحاجات دي يعني.